ليه يا حياتي؟ مش احلى سنجاري بناكله هنا بذمتك؟ هو انا مش هنكر ان انا بحب المطعم هنا جدا، بس يعني مش لدرجه احسن مطعم سمك في مصر كلها. تو ماتش شويه. وبعدين يعني ما حبكش كنا نيجي النهارده، ما احنا قاعدين كتير يا عمر، كان ممكن نيجي اي يوم. بنقول كده كل الصيف وما بنجيش بقى. يعني احنا هنتاخر ساعتين. مش نمت قفشت معاك دلوقتي تاكل سمك؟ قفشت معايا انا كمان وما عنديش مانع. هنبقى اغلبيه. وبعدين اسمع حضرتك، ايه المشكله لما عايز اكل سمك سايق بيكوا 4 ساعات؟ ها ولا لازم ندخل على جدتك ونقول لها جعانين؟ صدق بقى انا مش هاكل ومش عايزه حاجه. ليلى ممكن كفايه مقاوحه؟ وبعدين انت تفضلي لابسه النضاره كده واحنا قاعدين جوه ثانيه كده. انت كنت قاعده ترى بتعملي ايه امبارح؟ نذاكر. تذاكروا ايه؟ مش خلصت امتحانات؟ جاهزين؟ فاكر أول مرة شفتها؟ هي كانت ساقطة في مادة. أنا كنت واخدة السمستر اللي فات. كنت بذاكر لها يعني. كأنها امبارح. أيوة يعني مادة إيه؟ مش فاهمة. بتفرق معاكي في إيه؟ ما أنتِ مش عارفاهم من بعض. اتكلم مع مامي أحسن من كده. من فضلك هناخد نص كيلو جمبري مشوي وأرز سنجاري كيلو مثلا. سنجاري؟ لا لا أنا لسه هقعد أقشر و... لا لا. ونص كيلو فيليه بياض لو سمحتي مقلي. مقلي إيه؟ أنا تخنانة. تخنانة خلاص يا عمر، خليها تاخد سلطة أو أي حاجة. طيب يا ستي تاكل إيه عايزة؟ في فيليه مشوي لو مش حابة شوك وزيت. حلو ده. خلاص احنا وسلطة وخلاص. مفيش رز مش كده؟ لا لا معانا واحدة تخنانة. ظريف أنت. أي حاجة تانية؟ لا ميرسي. احنا هنتأخر ولا؟ لا لا على طول. أوكي شكرا. المنيو سبايدر مان. شطورة برافو. نورنا. ميرسي. فاكر إيه؟ كل حاجة. هنا مالك؟ مالك يا هنا؟ ليلى هي بلعت ايه؟ طحك. مش عارفه انت مش كانت بتلعب ببليا؟ بليا؟ بليا. هنا عمر، هنا والشهب بيزرعي يا عمر. مفيش حاجه، ما كله هيبقى كويس. كويسه؟ ايه يا حبيبتي؟ كويسه. خديها في حضنك كمان. ايه؟ مش هتاخدي بالك من اختك وانت قاعده؟ ده بسببي يعني؟ بس. انت كويسه؟ كويسه؟ صلاح، صلاح انت هنا؟ معلش انا اسفه. لا ابدا مفيش حاجه، انت تمام؟ انا تمام. يعني عشان بنتك شويه كده. بنتي كويسه الحمد لله، عشان كده بتعيطي؟ انت عارفه العيال في السن ده. صلاح انت كويس؟ قلقتني عليك. ما تقلقش. ما تقلقش، العيال. معلش لازم اروح اشوفهم. وانا كمان هروح استعجل الاكل بتاعكم. مفيش داعي للاستعجال. انا عمر على فكره. انت تمام؟ انا تمام. انت كويسه؟ طيب خلاص كلها نص ساعه ونبقى عند نانا نلعب في البول زي ما انت عايزه.
صباح الخير يا عمر. صباح النور يا عمر. أنا ما أعرفش إنك لسه بتعوم والله، برافو عليك، أنا يعجبني الراجل اللي ياخد باله من جسمه، جدا. ها، أخبار الكتابة إيه؟ ماشي. كتبت كام صفحة يعني؟ اسمع يا عمر، أنا هقول لك حاجة. سنة 95 96 كده اتعرفت على راجل كان دكتور جراح قلب، هو كان راجل مثقف بيحب شغلي جدا، كان لسه راجع من بره، قال لي مرة ما تيجي تمشي ايدك معايا وتلعبني سكواش في النادي. والله فكرة، كنت كل يوم هروح للصبح نادي التوفيقية يلعب ماتشين تلاتة اغلبه طبعا، وبعدين هو يطلع المستشفى وانا اروح انام. بس يا سيدي مرة بقى مريم قفشتني، قالت لي الله طب ما تغير ميعادك معاه، خليه العصر يا اخي، واقعد كل يوم اكتب لك خمس صفحات قبل ما تروح. انا في الاول زمزقت بقى بصراحة، بس هي استفزتني. عارف شفت مضرب سكواش تاني امتى؟ بعد سنتين وثلاث جوائز وسفرية لفرنسا يكرموني في الجامعة هناك. مفهوم. طب بعد اذن حضرتك عشان عندي ميعاد مع جمال. كل يوم قبل ما تنزل تقوم تكتب لك 10 صفحات. لا انا خلصت المدرسه من زمان، البركه في صلاح الصغير بقى. ابقى سلم على جمال لما تقابله. حاضر. انا وصيته عليك قوي. شكرا يا اونكل. شكرا. مش ممكن انا رسمك وكمان ما اقدرش اخلصه، مش ممكن. مش عايز مساعده؟ لا ميرسي. انت بقيت كوبه كده امتى؟ انا طول عمري كوبه. طب ما تبقاش تزعل بقى لو رحت بصبصت على واحد من صحاب بنتك الصغيرين. طب نفطر سوا الاول. مش ممكن، مش ممكن. أول شهر بعد ما روايتي الأولانية طلعت نزل عنها ثلاث مقالات نقدية، قلت بس ابتدت تندع، مكنتش فاهم إنها خلصت كده. بعد كده هس صمت تام. بالنسبة للمبيعات بقى حكاية، ما اشترت أغلب النسخ ودتهم هدية لأصدقاء العيلة، وما كتبتش من ساعتها. بس سنتها كنت حاسس ان ده الوقت، دي فرصتي الاخيره لو لسه عايز ابقى كاتب. كان عندي بس مشكله صغيره، ما كنتش عارف المفروض اكتب ايه. عمر. اهلا جمال بيك. اسف اتأخرت عليك. ولا يهمك. كان لازم اوصل الولاد للبحر يا سيدي. ما انا زوغت من المشوار ده بالعافيه. عملتها ازاي دي؟ انا عمرها ما ظبطت معايا على فكره. حلو المكان. اول مره تيجي؟ تشرب ايه؟ اخد اسبريسو تاني. اسبريسو؟